عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع سابورا بونيت. نرجع لكم أحبتي في فيديو جديد وفي جزء جديد باش نشوف فيه مع بعض نوع جديد من الأعداد، وهو الأعداد العشرية. في الفيديوهات السابقة تعاملنا مع بعض مع الأعداد الصحيحة الطبيعية. اليوم سنرى كيف نكتب أو كيف نتعامل مع الأعداد العشرية، أو كيف سنتحصل عليها أصلا في التحويل. لدينا هنا أحبتي بعض الأمثلة سننجزها تباعا، ومن خلالها سنستنتج القاعدة. حسنا أحبتي، لدينا هنا 9841 سنتيلترا، قال لك حولها إلى اللتر. حسنا لا بأس، سنكتبها هنا. قلنا أننا نكتب الأحد أولا، 1 4 8 ثم 9. هل هذا واضح؟ نعم، قال حولها إلى اللتر. ننظر إلى اللتر، أين اللتر؟ إنه في هذا الاتجاه. حسنا، سنأتي في الحد الفاصل بينه وبين الديسيلتر ثم نضع فاصلا. النتيجة 98.41. نعود هنا ونكتبها، 98.41. هل هذا واضح؟ يعني ضعوا الفاصلة إذا توجهتم في التحويل في هذا الاتجاه. مثال آخر، نسطر. لدينا هنا 53467 ديسيلتر. لما نكتبها سنكتب 7 في الديسيلتر ثم ننطلق. 7 هنا، 6 4 3 5. إذن أحبتي، هو طلب منك هنا أن تحولها إلى الهكتوليتر. حسنا، كم فيها من هكتوليتر هنا؟ نبحث عن الهكتوليتر، خانة الهكتوليتر، ونأتي عند الخط الفاصل الأول ثم نضع فاصلا ليصبح العدد 53467. 53467. قال حولها إلى اللتر، هذه الوحدة. حسنا، لقد أخطأت ربما. لا، لقد أخطأت في الكتابة، كتبتها في الديكاليتر. أنا أعتذر أحبتي، 53467. هذه خاطئة، هو قال حول هذه القيمة إلى الديكاليتر. حسنا، سنستعمل لولا آخر الفاصلة الجديدة حتى لا نضطر إلى كتابة العدد كل مرة لنربح الوقت فقط. الديكاليتر، سنأتي عند الحد الفاصل الأول للديكاليتر ثم نضع فاصلة ليصبح العدد 534.67. يصبح العدد هنا 534.67. قال حولها إلى اللتر، سنستعمل لونا آخر للفاصلة الجديدة. أعطوني لونا، ها هو. قال اللتر هو، نعم، نأتي إلى اللتر هنا ونضع فاصلة عند الحد الأول لللتر. لديه حدين، ها هي، الحد الأول والحد الثاني، نضع عند الأول ليصبح العدد 5346 فاصل كم؟ فاصل 7. أحسنتم، سأكتبها باللون الأزرق. 5347. 5346.7. إلى المثال الموالي. أرأيتم؟ لا وجود لصعب مع سابورا بونيت، كل شيء متاح وسهل الإنجاز. المثال الموالي، ثم كما تعودنا الأمثلة الأخرى سننجزها ذهنيا. لدينا هنا 85431 سنتيلتر. سنحولها إلى الهكتوليتر ثم الديكاليتر ثم اللتر ثم الديسيلتر. إن هذا عمل مضني حقا. لا بأس أحبتي، فقط لنتدرب سنكتب العدد أولا
نبحث عن الآحاد واحد، ثم ننطلق إلى كتابة البقية ثلاثة أربعة خمسة ثمانية. 85,431 ماذا؟ سنتيلتر، أحسنتم. سنحولها في أول خطوة إلى الهكتوليتر. أين الهكتوليتر؟ في هذا الاتجاه، وسنأتي هنا ونضع فاصلا في حده الأول، يصبح العدد 8 فاصل، كل هذا العدد في فاصل 5431. حسنا، لن نتحدث في الأعداد التي بعد الفاصل، هذا عدد، هذا موضوع آخر، ولما أنجز فيديو في الأعداد العشرية سأبين لكم كم رقما نأخذ وراء الفاصل، ولكن الآن فقط نتعلم الطريقة. 8 فاصل 5431، 5431. حسنا، قال حولها إلى الديكاليتر. ما هي الفاصل إلى الديكاليتر؟ أين الديكاليتر؟ هنا، يصبح العدد 85,431. 85,431. حسنا، نحولها إلى اللتر. أين اللتر؟ إنه هنا، يصبح العدد 854,131. 854,131. قال حولها إلى الديسيلتر. أوه، وكأننا لم نكتفي، لا بأس، الديسيلتر هنا، نضع الفاصلة هنا، كم يصبح العدد؟ 8543.1. 8543.1 ببساطة، كل شيء سهل. لا تزجعوا أو لا تجزعوا أو لا تخافوا، كل شيء بالتدريب. تدربوا على هذا أكثر من مرة، ستجدون أن الأمر سهل حقا ويمكن أن تستمتعوا به. فنجرب مثالا آخر على الجدول. لدينا 563 ديكاليترا، سنحوله إلى الهكتوليتر. سنكتبها أولا. أين الديكاليتر؟ نكتب الأحاد 3 6 5. قال حولوها إلى الهكتوليتر. أين الهكتوليتر؟ هنا، 56.3. 56.3. ثم قال حولوها إلى اللتر. أين اللتر؟ في هذا الاتجاه. نتراجع، نقف هنا. حسنا، لدينا 563 ديكاليتر، سنحولها إلى اللتر. تراجعنا خطوة فارغة، يصبح العدد 5630. هذه الفاصلة لا وجود لها في الأصل. نعم نعم، لا تنسوا ذلك. 5630، 5630. قال حولوها إلى الديسيلتر. ها هو الديسيلتر. كم أصبح العدد؟ 56300. 56300. تعمدت في هذا الجزء أحبتي أن نبحث مع بعض عن أعداد عشرية وعن أعداد صحيحة. أحسنتم، في نفس العبارة، لا بأس، لا ضرر ولا خطأ في هذا. إلى المثال الموالي، فلنجرب إنجازه ذهنيا. لا بأس، أنا معكم. 516 لترا، سنحولها إلى الهكتوليتر، ثم الديكاليتر، ثم السنتيلتر. سنحولها في أول مرة إلى الهكتوليتر. قلنا لما نكتب يكون هذا في اللتر، الديكاليتر و الهكتوليتر. حسنا، الهكتوليتر يعني أننا سنضع فاصلة هنا، تصبح 5.16. سنحول هذا العدد أيضا إلى الديكاليتر. قلنا لتر، ديكاليتر، هكتوليتر، إذن الفاصلة ستصبح في هذا المكان، يصبح العدد 51.6. سنحول هذا العدد كل 516 لترا إلى السنتيلتر. قلنا هذا اللتر، السنتيلتر من أين؟ من هذا، من هذا الاتجاه، لتر، ديسيلتر، سنتيلتر. كم تراجعنا من خطوة؟ خطوتين. إذن سنكتب 516 ثم نضيف إليها عدد الخطوات التي تراجعناها. ببساطة شديدة، أرأيتم؟ ذهنيا تبدو أسهل بكثير. 43 لترا، سنحولها إلى الهكتوليتر. لما نكتب هنا ثلاثة، هنا في اللتر، هنا في الديكاليتر، أين الهكتوليتر؟ إنه من هذا الاتجاه وهو فارغ، إذن سنضع صفرا فيه. قال حولها إلى الديكاليتر، لتر، ديكاليتر. سنضع فاصلة هنا ليصبح العدد 4.3.
ثم قال حول هذا العدد 43 لترا إلى سنتيلتر. لا بأس، لتر ديكا لتر، أين السنتيلتر؟ من هذا الاتجاه، لتر سنتراجع، ديسيلتر سنتيلتر، تراجعنا خطوتين ليصبح العدد 4300 ببساطة شديدة. إلى المثال الأخير أحبتي، وهو سهل أيضا، 78 ديكا لترا، سنحولها إلى الهكتوليتر في مرة أولى، ثم في مرة ثانية إلى لتر، ثم إلى ديسيلتر. لا بأس، نكتبها أولا في الجدول ذهنيا طبعا. هذه ستكون في الديكاليتر، هذه في الهكتوليتر. قال كم يساوي من هكتوليتر، فنضع فاصلة هنا ليصبح العدد 7.8. قال حولوها إلى اللتر، حسنا لا بأس، 78 ديكاليتر، هذه في الديكاليتر، اللتر من هذه الاتجاه، من هذا الاتجاه، يعني تراجعنا خطوة واحدة، سنضع فيها صفرا. ثم قال فيما بعد هذه العبارة حولوها إلى الديسيلتر، الديسيلتر من هذا الاتجاه، ديكاليتر لتر ديسيلتر، يصبح العدد 7800 ديسيلتر. وهكذا أحبتي تعرفنا على الأعداد العشرية. الآن سننتقل مع بعض إلى كيفية كتابتها في الجدول، لأننا ببساطة هنا أحبتي بدأنا بأعداد صحيحة، فيا ترى إذا أعطاكم المعلم هنا في هذا الاتجاه في هذا المكان أعدادا عشرية وقال لكم حولوها، ماذا سنفعل؟ لا بأس، سأريكم الخطة أو الطريقة لكتابتها بطريقة صحيحة. حسنا، فلتذهب هذه الورقة بعيدا، هذا هي أو هذه هي الأمثلة، انظروا لدينا أعداد عشرية. أوه، شيء مخيف. لا لا لا، ليس مخيفا، إنه سهل، فقط ركزوا معي. لدينا هنا 57.4 لتر. تعلمون أحبتي أن الأعداد العشرية تتكون من جزئين، الجزء الصحيح والجزء العشري. ما يوجد قبل الفاصل يسمى جزءا عشريا، وما يوجد بعد الفاصل يسمى عددا صحيحا أو جزءا صحيحا. هل هذا واضح؟ حسنا أحبتي، هنا كيف لنا أن نكتبها؟ لكتابة أعداد عشرية على جدول التحويلات عليكم أولا أن تهتموا فقط بالجزء الصحيح، يعني تخيلوا أنه لا وجود لفاصل، غطوا الفاصل وما تبقى منه وما يحمله من أجزاء. هل هذا واضح؟ أتركوا فقط الجزء الصحيح. كم تبقى لديكم؟ 57. إذن ما هو عدد أحادها؟ السبعة. سنكتب هذه السبعة في اللتر، أين اللتر؟ سبعة، ثم نعود نكتب الخمسة. نكتب أولا هذا الجزء ثم نعود إلى هذا الجزء، نضع الفاصلة ثم الأربعة. هل هذا واضح؟ أحسنتم، هذه طريقة كتابتها، نكتب العدد أو الجزء الصحيح أولا ثم نكمل الفاصلة وأجزاء العدد العشرية. كيف نكتب العدد الصحيح؟ نبدأ بأحاده كما نفعل دائما. حسنا، كتبناه الآن على الجدول، سنحوله، ركزوا معي أحبتي. قال حولها إلى الديسيلتر، نقف هنا في الديسيلتر، كم يحتوي؟ على 4. إذن الفاصلة تتراجع إلى هنا، تصبح في هذا الاتجاه، يصبح العدد 574 فاصل لا شيء، يعني صفر هنا. وتعلمون أيضا أن الأصفار بعد الصفر غير مهمة، نمحوها مع فاصلتها، الأصفار بعد الفاصلة، الأصفار بعد الفاصلة تمحى هي وفاصلتها لأنها غير مهمة ولا قيمة لها. إذن تبقى لكم 574. ماذا؟ أحسنتم، انظروا إلى أحدكم، إلى ديسيلتر. حسنا، سنكتب 574.
74 ديسيلترا. حسنا، قال لك حولها إلى السنتيلتر. سنعيد الكتابة. 57.4. الترتيب مهم، اكتب هذا أولا ثم أعود إلى هذا. حسنا، سنحولها إلى السنتيلتر. أين السنتيلتر؟ من هذا الاتجاه. خانته فارغة أحبتي. إذن هذه الفاصلة ستتراجع خطوة ثم خطوة أخرى مرة أخرى وتقف هنا. هذه الخانة فارغة سأضع فيها صفراً، يصبح العدد 5740. بعد الفاصلة لا يوجد شيء، إذن ستمحى هي وما يليها. يتبقى لي 5740. 5740. كل سر أحبتي في كتابة العدد بالطريقة الصحيحة على الجدول، أما التحويل فهو سهل. إلى المثال الموالي، لدينا 86.232 ديكاليترا. كيف سأكتب هذا؟ سأغطي هذا أولا. ماذا تبقى لي؟ 86. أكتب 6 في الديكاليتر ثم أكمل البقية. أين الديكاليتر؟ ها هو، سأكتب 6 8 ثم الفاصلة ثم الجزء العشري. 232 هذا هو عددي. قال حوله إلى الديسيلتر. أين الديسيلتر الآن؟ ها هو عددنا، الديسيلتر هنا، أنا أقف فيه، وهو ليس فارغا، فيه رقم 3. إذن هذه الفاصلة ستتراجع خطوة ثم خطوتين وتستقر هنا، سيصبح العدد 8623.2. 8623.2 أحبتي. إذن الفاصلة تستقر دائما عند أو نقول هذا حائط أول وهذا حائط ثاني، عند الحائط الأول أو الفاصل الأول للوحدة المطلوبة. قال أيضا حولها إلى السنتيلتر. حسنا، لدينا هذا العدد. سنعيد الكتابة مرة أخرى لا بأس. 86.232. قال حولها إلى السنتيلتر. أين السنتيلتر؟ أنا أقف فيه هنا. إذن هذه الفاصلة ستتراجع مرة 2 3 وتستقر هنا، يصبح العدد 86.232. ماذا؟ فاصل صفر، وقلنا الصفر غير مهم، يمحى هو وفاصلته. إذن سنكتب العدد المتبقي. عفوا، مثال آخر سننجزه. المهم أن تتعلموا الكتابة بالطريقة الصحيحة أحبتي، هذا هو السر في كل شيء. لدينا هنا 77.414 لترا. نغطي الجزء العشري مع فاصلته. كم تبقى لي؟ 77. سأكتب الأحاد في اللتر ثم أتقدم. أين اللتر؟ 77 ثم الفاصلة ثم أكتب 414. سنحولها في أول مرة إلى الديسيلتر. أين الديسيلتر؟ في هذا الاتجاه، هذا هو الديسيلتر. إذن الفاصلة ستتراجع وتستقر هنا، ستتراجع، يصبح العدد 774.14. 774.14. حسنا، قال حولها إلى المليلتر. نفس العدد سنكتبه مرة أخرى. 77.414. قال حولوها إلى المليلتر. أين هو المليلتر؟ هنا، خانته ليست فارغة أحبتي، ولكن الفاصلة ستتراجع رغم ذلك. خطوة 2 3 لتستقر هنا في الفراغ. إذن ستضمحل هذه الفاصلة ويصبح لدي العدد 77414. 77414 ببساطة شديدة. المثال الموالي، أرأيتم؟ اعتبروها لعبة. 265.34. سنغطي، بقي لي 265. سنكتب 5 في الديسيلتر ثم نتقدم لكتابة البقية. 5 62 62 ثم الفاصلة جاء دورها ثم 34.
قال حولها إلى المليلتر، أي عفوا إلى السنتيلتر. أين السنتيلتر؟ إنه هنا، أنا أقف فيه، ولكنه ليس فارغا. ولكن رغم ذلك الفاصلة عليه أن تتراجع، ستمحى من هذا الاتجاه وتستقر هنا، يصبح العدد 2653.4. 2653.4. حولوها إلى المليلتر الآن. أين أنا؟ نعم، المليلتر، ها هو المليلتر، أنا أقف فيه، ولكنه ليس فارغا أيضا، ولكن هذه الفاصلة ستتراجع، أو عليها أن تتراجع لتستقر في الفراغ هنا وتضمحل، أي تمحى. يبقى لي 26,534. 26,534. نعود وقال حولها إلى اللتر. حسنا لا بأس، سنعيد الكتابة. 6,2,34. قال حولها إلى اللتر. أين اللتر؟ إنه هنا، هذه خانته. إذن الفاصلة ستتقدم أحبتي، الفاصلة تتقدم أو تتراجع مع اتجاه التحويل. إذا كنت ستحول في هذا الاتجاه، إذن فاصلتك ستتقدم. أما إذا كنت ستحول في هذا الاتجاه، ففاصلتك ستتراجع معك. إنها صديقتك في كل الأحوال، هنا ستمحى. يصبح العدد 26,534. 26,534 ببساطة شديدة. هل تريدون أن نجز البقية دون جدول؟ فنجرب واحدة، نغير اللون. لدينا هنا 36 لترا فاصل 17. نكتب أولا، 6 تكون في اللتر والثلاثة في الديكاليتر، ثم الواحد في الدسيلتر وهذه في السنتيلتر. قال لك كم تساوي من ديكاليتر؟ حسنا، أين الديكاليتر؟ إنه في هذا الاتجاه، لتر ديكاليتر. سأضع الفاصلة هنا، أرأيتم الفاصلة تتقدم، يصبح العدد 3,617. 3,617. قال حولوها إلى الديسيلتر، لا بأس، هذا عددنا الأصلي، قلنا لتر ديكاليتر ديسيلتر، الفاصلة ستتراجع هنا، يصبح العدد 361.7. 361.7. قال حولوها إلى السنتيلتر، أنت هنا تقف في اللتر، ديسيلتر سنتيلتر، الفاصلة ستتراجع مرتين، خطوة أولى هنا وخطوة ثانية لتدخل في الفراغ وتضمحل، يصبح العدد 3,617. 3,617. أرأيتم؟ ذهنيا يبدو الأمر أسهل بكثير ومربحا للوقت. الموالي 46.5 ديكاليتر، الستة ستكون في الديكاليتر، الأربعة في الهكتوليتر، ثم الخمسة في الديسيلتر، في اللتر عفوا، ديكاليتر هكتوليتر لتر. قال كم تساوي من هكتوليتر؟ قلنا ديكاليتر هكتوليتر، الفاصلة ستكون هنا، يصبح العدد 4.65، تتقدم 4.65. ثم قال فيما بعد حولوها إلى الديسيلتر، لدينا هنا ديكاليتر لتر ديسيلتر، الفاصلة ستتراجع. حسنا، ولدينا أيضا خانة فارغة، ستتراجع هنا بعد الخانة الفارغة، إذن ستدخل في الفراغ وتضمحل، يصبح العدد 4,650، لأن هذه فارغة، 4,650. قال حولوها إلى السنتيلتر، لا بأس، قلنا ديكاليتر لتر ديسيلتر سنتيلتر، كم تراجعنا من خطوة؟ الفاصلة ستتراجع معك وتكون في هذا الفراغ وتضمحل، تراجعنا خطوتين ليصبح العدد كم لدينا؟ 46,500. ببساطة شديدة إلى الموالي. 75.32 ديسيلتر، نغطي هذا أولا، نكتب هذا في الجدول، ثم نعود لكتابة الجزء العشري. الخمسة ستكون في الديسيلتر وهذا في اللتر، أما هذه في السنتيلتر وهذه في المليلتر، إذن قال حولها إلى اللتر،
قلنا ديسيلتر لتر، هنا الفاصلة ليصبح العدد 7532. أحسنتم، أصبحتم بارعين حقا. قال هذه القيمة حولها إلى السنتيلتر، قلنا ديسيلتر لتر، أين السنتيلتر؟ إنه هنا. إذن الفاصلة ستتراجع وتصبح في هذا الاتجاه 753.2. 753.2. حولها إلى المليلتر الآن، لدينا ديسيلتر، سنتيلتر، مليلتر، الفاصلة ستتراجع وتصبح هنا وهي ممزوجة بالفراغ، إذن لن نهتم بها. يصبح العدد 7532، 7532 مليلترا. حقا أفحمتموني، لقد أصبحتم بارعين. نكمل بقية الأمثلة. 396 لترا فاصل 34، نحوله إلى الهكتوليتر، هنا لتر هكتوليتر ديكاليتر هكتوليتر، إذن الفاصلة ستكون هنا، يصبح العدد 3.9634. نعم الفاصلة تتقدم، وأما إذا حولناها إلى الديكاليتر فتصبح، قلنا هنا لتر ديكاليتر، تصبح الفاصلة هنا، تتقدم خطوة واحدة، يصبح العدد 39.634. إذا حولناها إلى المليلتر، قلنا هنا لتر ديسيلتر عفوا سنتيلتر ومليلتر، الفاصلة ستتراجع 3 خطوات وتدخل الفراغ، إذن يصبح العدد، انظروا، 9634، ونضيف إليه تلك الخانة الفارغة. ببساطة لا وجود لفاصل لأن الفاصل تراجع ودخل الفراغ. الموالي 22.7 هكتوليتر، الاثنان في الهكتوليتر، الاثنان الأخرى في الخانة الأولى الفارغة، وهذا سيكون في الديكاليتر. قال حوله إلى الديكاليتر، يعني الفاصلة ستتراجع هنا ليصبح العدد 207، ستتراجع إلى الفراغ. حسنا، إلى اللتر الآن، هنا هكتوليتر ديكاليتر لتر، الفاصلة ستتراجع أصلا وتدخل الفراغ، ولكن علينا أن نضيف صفرا لأن اللتر فارغ، 2.7 ثم نضيف إليه الصفر. قال حولوها إلى الديسيلتر كالعادة، هكتوليتر ديكاليتر ديسيلتر اللتر والديسيلتر، الفاصلة ستتراجع إلى هنا وتدخل الفراغ أيضا، ليصبح العدد 2.27، ثم نضيف إليه الخانتين الفارغتين. إلى المثال الأخير، أوشكنا على أن ننهي هذا الفيديو أو هذا الدرس. 54 لترا فاصل 12، كم بها من هكتوليتر؟ حسنا، سنكتب هذه في اللتر ثم الديكاليتر، أين الهكتوليتر؟ لا وجود له، إنه هنا ولكنه فارغ، سنضع فيه صفر. حسنا، كم يساوي من ديكاليتر؟ قلنا لتر ديكاليتر، الفاصلة تتقدم، عفوا، الفاصلة هنا في الهكتوليتر، صحيح أن الهكتوليتر لا يوجد فيه رقم، سنضع فيه صفرا، ولكن الفاصلة ستصبح هنا، يصبح العدد 0.5412. هل هذا واضح؟ الفاصلة تتقدم. أظن أني ارتكبت خطأ في مكان ما آخر فيما يخص الصفر هذا. حسنا، لا بأس، إن وجدتموه فصححوه معي، اخفضت علي الأمر وكثرت المعلومات، والخطأ جائز في هذه الحسابات. حسنا، سنمر إلى الديكاليتر، قلنا نحن لتر ديكاليتر، إذن يصبح العدد 5.412، 5.412. حسنا، سنحولها إلى السنتيلتر الآن، هذه اللتر ديسيلتر سنتيلتر، الفاصلة ستتراجع هنا وتدخل الفراغ ليصبح العدد 5412، 5412. أما إذا حولنا هذه القيمة إلى المليلتر فسنتراجع خطوة أخرى، لأن لتر ديسيلتر سنتيلتر مليلتر، والفاصلة أيضا دائما في هذا الاتجاه في آخر الأعداد من هذا الاتجاه، وستدخل الفراغ، سيصبح العدد
54,120. إلى هنا أحبتي أكون قد أنهيت على بركة الله موضوع الأعداد العشرية بجميع حذافيره، وأرجو حقا أن يكون شرحي مفصلا. إن لم تفهموا شيئا أحبتي أوقفوا الفيديو، جربوا تلك الطريقة مرة اثنان ولو حتى عشرة، لما تتمكنوا منها مروا إلى الموالية. هل فهمتم هذا؟ شكرا لكم على الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء في فيديوهات أو فيديو جديد.